أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. خلاص كلها كام يوم وهتنطلق دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، واللي بتشارك فيها مصر ببعثة مكونة من 49 لاعب من 8 رياضات مختلفة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر عن مشاركات البعثة المصرية في هذه البطولة من الأستاذ إيهاب حسنين، نائب رئيس اللجنة البارالمبية. صباح الخير عليك يا أستاذ إيهاب. صباح الخير يا استاذ محمد، وصباح الخير يا استاذه بسنت. وطبعا انا تابعت الحلقه في المقدمه، وما شاء الله مقدمه ناريه زي ما بيقولوا، يعني محضرين وعاملين شغل كل الدعم لابطالنا، ربنا معاهم والله. لا ربنا يبارك لكم. انا كل التوفيق. سمعت المقدمه ان انتم قدمتوها في بدايه الحلقه، زي ما حضرتك قلت ان فعلا البعثه المصريه ان شاء الله المقدمه سافرت اول امبارح. الدكتوره حياه خطاب رئيسه البعثه، ومعها الاستاذ ابراهيم امين والدكتور احمد ادم وطبيب البعثه، وهم يوميا على اتصال بينا لتجهيز اخبار اللجنه او القريه البارالمبيه، القريه الاولمبيه هناك. فعلا المنتخب او استلمنا المقر وشفنا اماكن للاقامه، وطبعا احنا ان شاء الله النهارده هنسافر. هتبقى طيارة الساعة 8 إلا ربع مساء، وإن شاء الله هيبقى التحرك من المركز الأولمبي. وبنشكر طبعا المجهود اللي عمله أعضاء مجلس الإدارة على أساس تجهيز الكونتر بتاع في المطار. بدأوا يفتحوا الساعة 3 بدري عشان البعثة، حضرتك عارفين إن فيها كراسي متحركة على الأقل 24 كرسي، فالحاجات دي هتاخد وقت. في استعدادات خاصه في المطار، صح؟ يعني الامور الحمد لله اللوجستيه كل مساعد، الدوله كلها مساعده، كل الامكانيات. طبعا بنشكر معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي الداعم لينا على طول في كل البطولات، واي اذا كان اي حد عايز معسكر او عايز اي حاجه، وعلى طول على اتصال دائم اذا كان بيا هنا او بدكتوره حياه في طوكيو. وطبعا ان هيكون معانا ان شاء الله مرافق في البعثه الدكتور عمرو الحداد اللي هو مساعد الوزير، فطبعا هيكون موجود معانا ان شاء الله في طوكيو. زي ما قلت البعثه عموما كلها 94 فرد، فيهم اثنين مرافقين اولياء امور بعض اللاعبات. فان شاء الله النهارده التحرك. بالنسبه لل طبعا حضراتكم عارفين ان مصر الحمد لله محققه الكثير من الميداليات. انا بس عايز اقول لحضراتكم بس ان في بعض اللاعبين او لا بعض اللاعبات، كل لاعب منهم جايب 5 ميداليات بارالمبيه سابقه، تخيلوا. يعني مثلا فاطمه عمر جايبه 5 ميداليات، ودي اسطوره بالنسبه ل رفع الاثقال، 4 ذهب و1 فضه. احمد حسن صديق جايب 5 ميداليات في العاب القوى. محمود العطار 5 ميداليات في العاب القوى. احمد جمعه الله يرحمه كان جايب 5 ميداليات، وهاني عيسى 5 ميداليات. تخيلوا تاريخ لاعبين دول مشرف الحقيقه، جايبين 25 ميداليه، يعني ممكن دول مش جايبه الاعداد ده. في بالنسبه اللي جايبين بس 4 ميداليات، متولي مطحنه وشعبان يحيى. شعبان يحيى السويدي على فكره هو حاليا هو مدرب المنتخب رفع الاثقال وكان لاعب. وطبعا بالنسبه للكابتن شريف عثمان جايب 3 ميداليات ذهبيه، وان شاء الله ربنا يوفقه بالرابعه. غير بقى اماني الدسوقي، وغير ناديه فكري ورندا تاج الدين، وعلى فكره اللي قدامنا دوت الكابتن عماد بهجت واللي جنبيه عبد المنعم صلاح، دول اصلا كانوا مدربين كانوا لاعبين وجايبين ميداليات، هم دلوقتي القائمين على المنتخب او قياده المنتخب بالنسبه لرفع الاثقال. يعني عموما ذوي الاعاقه بتهتم اللاعبين اللي هم بطلوا او اللي هم اعتزلوا وكان عندهم تاريخ رياضي. وبرده شريف الحسيني برده في الجهاز وبرده كان بطل. فرياضه ذوي الاعاقه يعني بداوا ذوي الاعاقه بيهتموا وبيعتمدوا على نفسهم، وخصوصا ان مصر كلها دلوقتي بتدعم ذوي الاعاقه، وخصوصا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل قانون او سنه 2018 قانون ذوي الاعاقه. اهو اللي قدامنا البطل شريف عثمان اللي نتمنى له الشفاء. على فكره شريف كان مصاب بقاله اكثر من شهرين
وما اشتركش في بطوله فزاعه اللي فاتت، وقدر يعني دلوقتي بدا يرجع لقواه يعني، بس الحمد لله بدا يرجع بقوه، لان شريف كان يعني اسطوره. ربنا يشفيه. فكان حضراتكم عارفين ان الاصابه بتبقى لما بيتاثر بيها اي لاعب بيقعد فتره، طبعا فتره نقاهه بعد الاصابه، خصوصا بطل يعني. على فكره في الكواليس حاجات كثيره بس مش هنكشف عنها دلوقتي الا بعد، اذا كان يعني غير ان شاء الله بعد ما نرجع بالمدريات، واللي قدامنا دي دينا الزملي رفع كانت العاب قوه. ف يعني احنا مسافرين بثمان العاب. العاب هي تنس طاوله، طبعا تنس طاوله كان بطلها الكبير سامح عيد، كان صاحب الميداليه الفضيه البرونزيه في اولمبياد ريو دي جانيرو اولمبياد لندن، وده اللاعب الوحيد في مصر اذا كان اسوياء او ذوي اعاقه جايب ميداليه بالنسبه لتنس الطاوله اللي هو سامح عيد. وبعدين ابراهيم حمادته طبعا النجم الاسطوره طبعاً. اللي بيلعب طبعا حضراتكم عارفين بيلعب بفمه طبعا، فده على فكره ما فيش حد في العالم بيلعب زي ابراهيم حمادته. يعني ابراهيم ده اسطوره، تخيلوا واحد بيلعب بفمه قدام اللي قدامه بيلعبوا بايديهم. يعني يعني حضراتكم متخيلين الايه الاصرار والقوه؟ يعني هو اسطوره يعني زي ما حضرتك قلت. اه طبعا استاذه بسنت، فالقصه كلها تخيلوا واحد بيلعب ببقه برقبته واللي قدامه بايده، يعني شوفوا حضراتكم ازاي. ده بالنسبه لتنس الطاوله. كرة الطائرة جلوس مسافرة، وطبعا 12 لاعب موجودين، والفريق ده على فكرة هو الحاصل على الميدالية البرونزية في الدورة اللي فاتت في أولمبياد ريو، وأيضا كان جايب ميدالية برونزية في أثينا 2004. فتخيلوا إن الفريق الطائرة ده جايب ميداليتين وما حصلتش في أي بطولة أو أي دورة بالنسبة للأسوياء فريق جماعي يجيب اثنين ميداليه بارالمبيه، كانت في اثينا 2004 وريو. يعني انا بقول لكم حاجات للتاريخ، يعني الاثقال ده كانت سنه 2004 بقياده اللواء منصور محمدي، وكان معاه محمد رؤوف. المره دي كانت في بالنسبه للدوره اللي جابها البرونزيه اللي فاتت ريو دي جانيرو الدكتور مسعد العيوطي، اللي هو مستمر لغايه دلوقتي بقياده المنتخب المصري 2021. بالنسبه للسباحه طبعا هتكون معاهم ايمن وملك، وطبعا محمد اللاعب محمد يوسف. وعلى فكره بالنسبه للسباحه مصر يعني سباقه بالميداليات، كانت يعني اول ميداليه في مصر سنه 76، ربنا يديله الصحه. وفي زياد برضه يعني وموجود حاليا وبيتفرج على المنتخبات، وعصام زيدان والله يرحمه نصر نبيل. فالسباحه ليها تاريخ كبير في اللعبه الخمسه العاب القوى، ودي اكبر حصيد او حصيله ميداليات، 87 ميداليه. يعني العاب القوى جايبه على مدار التاريخ 87 ميداليه. في بقى العاب لسه جديده، او طبعا في كره الهدف اللي هي كره الجرس لاول مره للسيدات ست بنات، لكن بالنسبه للرجال كانوا جايبين 3 ميداليات قبل كده، لكن للاسف الرجال ما صعدوش السنه دي. اللي اول مره بقى يشاركوا معانا في الدوره هو الريشه الطايره والتايكوندو، دول اول مره يشاركوا في الدورات البارالمبية عموما، لان حضراتكم عارفين ان اللجنه البارالمبية بدات دلوقتي تتوسع، وما كان الاول 6-7 العاب بس، دلوقتي لا دخلنا في 11 اتحاد. فتخيلوا حضراتكم ان في العاب تبع ذوي الاعاقه والعاب تبع لجان في الاتحادات الاسوياء. ايه الالعاب بقى اللي احنا مراهنين عليها؟ احنا ان شاء الله ذهبيه، احنا مراهنين على كله، بس ايه الذهبيه في رفع الاثقال ان شاء الله على اساس الاثقال بتوعنا. وطبعا مرشحه بقوه طبعا فاطمه رضوان. ان شاء الله ربنا يكرمها كده بالذهب. وطبعا هناك وفي عندنا محمد صبحي، وعندنا يعني مش عايز اقول اسامي عشان يعني الواحد ما حدش حضراتكم عارفين دي كلها توقعات.
وعندنا يعني ان شاء الله في رفع الاثقال متوقع بناء على كلام المدربين من 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 ثلاثه لاربع ميداليات بالنسبه لرفع الاثقال. ده غير العاب القوه ان شاء الله ممكن يبقى في ميداليه، وان شاء الله الكره الطائره تحافظ على الميداليه بتاعتها البرونزيه. اللجنه البارالمبيه يعني في حدود من خمس ميداليات لسبع ميداليات. اللجنه البارالمبيه بقى لها خمس سنين عامله معسكرات للابطال دول، وان شاء الله يعني هنرجع ونفرح الشعب المصري. وكعاده الدورات البارالمبيه السابقه ان بنجيب ميداليات، وخصوصا ان الدوره اللي فاتت احنا كنا جايبين 11 ميداليه. طيب يا استاذ ايهاب، يعني الدوره اللي فاتت 11 ميداليه، الدوره دي سبع ميداليات فقط. خلينا نقول حد ادنى. استاذ محمد طبعا انا بشكرك على انك واخد بالك في الارقام. فعلا اولا احنا كان في ظروف معينه لبعض اللاعبين واللاعبات ما جوش معانا السفريه عشان اصابات، يعني منهم الكابتن محمد الديب. محمد الديب ده بطل عالم، بطل عالم وجايب ذهبيه اولمبياد ريو بعد ما رجع واتكرم من سياده الريس من سياده الريس حصل له حادثه ففقد يعني حتى كده جدا عملته قصر في العمود الفقري. فكده احنا فقدنا ميداليه بارالمبيه على يعني بالنسبه لي. طبعا حضراتكم عارفين بعض الاصابات، في بعض اللاعبين اعتزلوا، يعني هو ده اللي اثر. لكن عندنا بالتاكيد عناصر جديده. الجديده هو كان في قصه بالنسبه ل الاتحاد الدولي كان حاطط بعض الرولز ان يقول لك في كوتا معينه لازم تسافر، فكان ما تلحقش يتعمل اللي هم ايه الصف الثاني. يعني على سبيل المثال تخيل حضرتك شهر 11 الجاي ده، 11 الجاي ده في بطوله عالم، اللي هيشارك في بطوله العالم اللي في شهر 11 هو ده اللي هيتاهل اوتوماتيك لفرنسا 2024. فالوقت ضيق، يقول لك لا لازم تلعب. طب ادونا فرصه. هي القصه عشان الكورونا لما اتاخرت سنه، فكان المفروض يبقى في بعد الدوره البارالمبيه بعديها كاس العالم سنتين عشان نعمل اعداد، اللي هو سنتين بقى على ايام لو كانت طوكيو سنه 20 يبقى فعلا في شهر 11 الجاي هيبقى 22، هيبقى كان في فرصه. صحيح. فاحنا في مشكله كبيره في رفع الاثقال، مفيش وقت. يا اما في شهر 11 الجاي ده اللي هيخش تجيب لك كل اللعيبه، واللي هيشارك هو اللي هيسافر الدوره الجايه. فدي مشكله احنا برضو يعني ربنا يكون في عون اللجنه المنظمه او المدربين، هيختاروا مين ومين اللي هيبقى جاهز ولسه مين الناشئين اللي طالعين. على العموم يعني احنا مش هنسبق الاحداث، لكن هو ده التوقع ان شاء الله ودعواتكم لينا ان شاء الله يعني. كل التوفيق. لكن معلش لو سمحت لي ممكن جزء صغير من الكواليس اللي حضرتك قلت هتحكي عنها بعد البطوله، معلش جزء صغير. لا يعني اقول لحضرتكم يعني ايه فضل. هي خليها بعد ما ترجع، على اساس مش عايز احرج الابطال اللي هيكونوا موجودين. يعني ممكن مش عايز يقول كلمه، لكن انا هخلي ان شاء الله زياره، واللي حصل له المشكله وهحتركه وربنا يكرمه. لينا لقاءات بالتاكيد طبعا، لينا لقاءات ثانيه كتير عشان نعرف طبعا كل هذه الكواليس بكل تاكيد. لكن في النهايه عايز اعرف من حضرتك هنبتدي بايه؟ ان شاء الله هيبقى اول ان شاء الله في اول ماتشاتنا هتبقى في رفع الاثقال، وان شاء الله هنبدا بان شاء الله عندنا رحاب وعندنا شريف عثمان. يعني ان شاء الله كده ايه شجره الذهب سوف تقطف في طوكيو ان شاء الله. ربنا معاكم، ربنا معاكم يا ابطال، ربنا معاكم. كل شكر لحضرتك استاذ ايهاب حسنين نائب رئيس اللجنه البارالمبيه، شكرا جزيلا ليك يا فندم.